بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم في كل حين ولحظة. اليوم حبينا نتحدث معكم عن منتج، ولله الحمد تم العمل عليه داخل مناحلنا. طبعا قام فريق عمل كامل في مناحلنا للوصول إلى هاي المادة، التي طبعا هي مادة من الأعشاب حتى تعالج عدة أمراض في النحل، ومن ضمن هذه الأمراض مرض الفاروة، مرض النوزيميا، وكمان مرض الجهاز التنفسي للنحل. قام فريق العمل مشكورا في قناتنا فنون تربية النحل على استخراج هذا المنتج. قاموا بعمل دراسة كاملة عليه لمدة لا تقل عن 3-4 شهور. يعني طبعا احنا ما حبينا نسولفكم عنه هذا المنتج الا حتى يثبت جدارته ونجاعته داخل النحل. قمنا بتجربته على العديد من الخلايا، اثبت جدارته ونجاعته في منحلنا او حتى في مناحلنا كاملة، لله الحمد. مشكورين فريق العمل في هاي القناة على ما قاموا به من هذا المجهود. اليوم حبينا نتكلم معكم عن هذا المنتج. شو يا اخوان، هذا هو المنتج، شايفينه؟ هذا المنتج طبعا من الاعشاب الطبيعيه، تم تصنيعه من الاعشاب الطبيعيه. حبينا اليوم نتحدث عنه وعن مكوناته للي بيحب يعتمده. طبعا هذا خاص بمناحلنا، خاص بقناتنا فنون تربيه النحل على اليوتيوب. هذا يا اخوان المنتج يتكون من طبعا يعني احنا بجوز اول ناس بنتحدث عنه يا اخوان. هذا المنتج عبارة عن شمع نحل مذاب مخلوط بالزعتر الناشف المطحون والقرفة المطحونة. الزعتر المطحون والقرفة المطحونة وكمان الشمع المذاب، طبعا شمع نقي مذاب، شرط يكون شمع نقي مذاب. طبعا تحط عليه كمان نقطة واحدة من زيت اللافندر، نقطة واحدة من زيت اللافندر. هذا يا اخوان مثل ما حكينا لكم في بداية الفيديو يعالج الامراض. طبعا عملنا عليها تجارب، عملنا عليها ابحاث، اثبت جدارته، اثبت نجاعته في المنحل. هذا وين، هذا شو طريقة استخدامه هذا يا اخوان بالداخون. ها طريقة استخدامه بالداخون خاصة للنحالين اللي عندهم مناحل كبيرة. احنا بننصح جربوه وشوفوا يا اخوان. هذا بتحطه بالداخون. طبعا هاي شوف هذا الداخون شغال هون، اذا بتلاحظ عند الداخون شغال هون، شايف طايشة لون بذوب لحاله، بصير عملية تبخير. شايفين هاي كيف بذوب، هاي بذوب لحاله، ها ايوه بذوب قاعد. هذا بنوضع وين؟ داخل الداخون. قوم بوضعه داخل الداخون طبعا بالطريقة هاي. هذا بس توضعه داخل الداخون بطلع ريحة قوية من الأعشاب، هذا بديل العلاجات الكيماوية التي تستخدم خاصة في فصل جني العسل، التي تحرم على النحال وضع العلاجات الكيميائية داخل الخلية لأنه يختلط بالعسل فيصبح مادة سامة. هذا طبعا يا أخوان مثل ما حكينا مادة من الأعشاب مصنوعة باستثناء شمع العسل. أعود وأؤكد أنه شمع عسل نقي مذاب مع زعتر ناشف مطحون وقرفة مطحونة ومع نقطة واحدة من زيت اللافندر. هذا يا اخوان بتقوم بالتدخين عليه على باب الخلية بالطريقة هاي. هاي هسه شوف راح تلاحظ الريحة، ريحة قوية جدا تصدر منه، ريحة الاعشاب قوية. طبعا يعتبر ايضا مهدئ للنحل عند الكشف على الخلايا. بدك تكشف على الخلايا تكون ضاجة، خلايا قوية، بس ترش عليه بالطريقة هاي. شو بيساوي؟ بيعمل على تهدئة النحل. هذا يا اخوان طبعا مثل ما حكينا لكم هذا من انتاجنا احنا، نسبناه الى قناتنا فنون تربية النحل. ارجو من الجميع تجربته، والتجربة خير برهان. وردوا لنا خبر بالتعليقات عن المنتج، شوفوا شلون فعاليته. ورايحين في فيديو اخر ان شاء الله، الجزء الثاني من هذا الفيديو
رايحين نورجيكم تجربه عمليه، رايحين نورجيكم تجربه عمليه كيف انه بصطاد الفاروه، او انه طارد قوي للفاروه، يعتبر طارد قوي للفاروه. تابعونا في الجزء الثاني من هذا الفيديو عشان تلاحظوا معنا انه كيف تم اصطياد الفاروه عن طريق هذا المنتج. يا اخوان احنا ما بدنا لا تجاره ولا بدنا شيء، احنا طرحناه لوجه الله تعالى. ارجو من الجميع تجربته، وردوا لنا خبر في التعليقات اذا اثبتت جدارته عندكم او ما اثبت جدارته. والله يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.